ازيكم يا مواليد برج الدلو، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الدلو اليوم الجمعة 16 سبتمبر أيلول 2022، هيثبت اليوم ده انه نعمة لكل مواليد الدلو. هتتمكنوا انكم تحصلوا على كتير من الاخبار الحلوة بعد وقت طويل، هتحققوا نجاح. انتم مطالبين بانكم تهتموا اكتر بشغلكم، وفقا لكل مؤشرات النجوم في الفترة دي هتكسبوا أرباح ضخمة جدا من أنشطة في شغلكم. هيوفر ليكم النهاردة كتير من الفرص لكل رجال الأعمال والأشخاص اللي بيتقاضوا رواتب علشان يرتقوا بحياتهم المهنية أكتر في الوقت اللي جاي ده. هتقدموا مساهمة خصبة جدا في كل الأنشطة الاجتماعية. نتيجة لكل ده هتستمر سمعتكم وشعبيتكم في إنها تزداد يوم بعد يوم. اليوم يعتبر سعيد جدا. كل الزهرة مربع مع المريخ في الفترة دي هتكون بنشعر بالتوتر وعدم رضا، علشان كده العبور ده هيوقظنا على رغبات كتيرة معظمها هيكون مجرد نزوات وإلهاءات. الخلافات كلها ممكنة لأنه في اختلافات وفي تناقضات هتبرز أكتر من المعتاد. هيكون النهج السلبي والنايم مزعج جدا، لكن هيكون إننا نتوقف عن الحاجات دي هتبقى سيئة بالنسبة لينا، هتزعجنا وهتخلينا حساسين أكتر. كل الحاجات اللي بنقدرها وبنرغب فيها هنبقى متعارضين معاها بشكل كبير. من ناحيتنا المثالية هيأدي ده إننا نستاء أكتر. في جو في تنافسية أكتر تحت التأثيرات دي، هيكون تحدي ومنعش كتير جدا. هتشكل الشمس معارضة مع نبتون، ده هيصير استيانة بشكل كبير. هتشكل النهاردة أولوية في اهتمامنا لخدمة الأشخاص اللي حوالينا وخدمتنا الجسدية. العبور ده هيبقى بنشعر من خلاله إننا بنغير اتجاه وإننا على استعداد علشان نواجه حكايات كتيرة في اليوم ده.